والله كلما فتحت شبكة الإنترنت أفاجأ باكتشاف علم يثبت وحدانية الله وقدرة الخالق عز وجل وأن الله خالق كل شيء وأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند بشر العلم أيها الأحبة يكتشف كل يوم حقائق إذا رجعنا إلى القرآن نجد لها إشارات واضحة تماما، يعني أرسل لي أحد الأحبة جزاهم الله خيرا، وأقول دائما أيها الأحبة الدال على الخير كفاعله، يعني هذا الأخ الحبيب الذي أحيانا يرسل لي بعض الأبحاث العلمية الجديدة التي تؤيد ما جاء بكتاب الله تبارك وتعالى، هذا رجل سخره الله ليكون سببا في إيصال هذه الحقائق لعدد كبير من الناس، لو أنه اطلع على البحث وأقفل الموبايل أو الكمبيوتر وذهب لم ينتفع به إلا هو ولكنه حرص على أن يرسله لنا طبعا أنا أحب أن أذكر لأن الفضل يجب أن يرد إلى أهلي الأستاذ إياد أرسل لنا دراسة الحقيقة منشورة حديثا هذه الدراسة أحببت أنا معكم يعني أن أطلع عليها وانا اطلع لاول مره عليها اليوم ايها الاحبه، منشوره في 16 من نوفمبر 2020، وجدت شيئا عجيبا، وجدت تشابها كبيرا ومفاجئا ومحيرا بين دماغ الانسان وبين الكون دراسة غريبة طبعا هؤلاء العلماء أيها الأحبة نشأوا على فكرة تقول بأن كل شيء نج نتج بالمصادفة يعني الكون جاء نتيجة تطور عشوائي كما يقولون وهناك انفجار كبير حدث في هذا الكون وهذا الكون نشأ نتيجة هذا الانفجار العشوائي غير منظم، لا يوجد خالق، لا يوجد ابداع، لا يوجد اي شيء هو عباره عن عمليات عشوائيه تحدث هكذا وانتجت هذا الكون. هذا الكلام حدث حسب الدراسات قبل 13.7 مليار سنه، ارضنا تشكلت قبل بحدود 4.6 مليار سنه، طبعا هذا حسب الدراسات وهذه دراسات نظريه ليست يقينيه على فكره يعني، نظريات نحن نتحدث عن نظريات ولكنها مقبوله علميا لانه لا يوجد البديل لها، و وبالنسبة لنا لا تتعارض مع القرآن فليس هناك أي مشكلة الإنسان أنت أيها الإنسان وجدت على هذه الحياة متى؟ على الأكثر قبل مليون عام يعني تصوروا الكون عمره 13.7 ألف مليون عام يعني مليار المليار ألف مليون وأنت وجدت قبل مليون على الأكثر نحن نقول طبعا هو أقل من ذلك في بداية الكون قبل 13.7 مليار سنة كيف تذكر هذا الكون العشوائي أنه س... س... سينتج أو سيتطور بلغة التطورين س... سيتطور بعد 13.7 ألف مليون سنة هناك كائن اسمه الإنسان سيتطور أيضا عشوائيا وسينتج له دماغ شبيه بما يسمى بالنسيج الكوني النسيج الكوني انا هنا لكي اكون دقيقا اولا هذه هي الدراسه طبعا هنا منشوره ايها الاحبه يمكن لمن يعني هذا عنوان الدراسه طبعا معروفه يعني الدراسه يمكن ان نضع لها رابط لمن يحب هذه هنا نبدا معكم بهذه الصوره فقط لكي نتكلم وتكون الصوره امامنا طبعا ايها الاحبه هنا نرى الدماغ البشري مكبر الاف المرات بعد تكبير ألاف المرات وهذه الصور مرسومة رسمًا لأن المجهر الإلكتروني لا يعطي مثل هذه الصور، يعطي صور تحتاج إلى يعني إعادة من خلال الكمبيوتر إلى معالجات كثيرة، ولكن نحن لو قدر لعيوننا أن ترى شكل الدماغ لو كان لدينا قدره على ان اعيننا تكبر الاف المرات سنرى هذا الشكل للدماغ، ولو كان لعقولنا قدره او لاعيننا قدره على ان ترى الكون كله سنراه بهذا الشكل هنا، انظروا ايها الاحبه ساكبر قليلا، هنا الخلايا العصبيه في الدماغ وهنا الكون، هذا هو الكون، طيب هذا التشابه كيف حدث؟ شبكه كونيه، طبعا هنا كل نقطه من دماغك أيها الإنسان هنا تمثل خلية الخلية لا ترى بالعين ولا ترى إلا بالمجهر تحتاج لنكبرها مئات المرات حتى نستطيع أن نراها بالعين هنا كل نقطة هي مجرة فيها أكثر من مئة ألف مليون نجم هنا على فكرة مجرة كل نقطة صغيرة هنا مضيئة هي مجرة انظروا أيها الأحبة سأكبر أيضا هذه النقاط الصغيرة هي مجرات ليست نجوما مجرات فلو كان لدينا القدره على ان نخرج خارج الكون وننظر الى الكون من الاعلى سنرى هذا النسيج المحبوك المحبوك لذلك الله تبارك وتعالى عندما اقسم بالسماء ماذا قال قال والسماء ذات الحبك حبك محبوك حبكا ويف، بالفعل هذا يسمى نسيج كوني، كوسميك ويب. هذا نسيج دماغي، شبكة دماغية، نسيج دماغي هذا، الشيء المحير أنه من غير المنطقي أو المعقول أن هناك ظروف شكلت هذا الكون عشوائياً، ثم جاءت ظروف بالصدفة شكلت هذا الإنسان أو هذا الدماغ، فلذلك نحن نقول علمياً ومنطقياً أن الذي شكل هذه اللوحة هو نفسه الذي شكل هذه اللوحة، الخالق واحد، لذلك نحن لدينا ايه في القران ايها الاحبه لدينا عده ايات عدة آيات في كتاب الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الآية الثانية يسألنا الله ويسأل هؤلاء المشككين قل قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل من رب السماوات والأرض قل الله الله يجيب لأن <applause> لأن البشر لا يستطيعون الإجابة قل من رب السماوات والأرض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الاعمى والبصير؟ ام هل تستوي الظلمات والنور؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، هل يستطيع احد ان يدعي الان في القرن الحادي والعشرين ان هناك انسانا يستطيع ان يخلق ذرة من لا شيء، هم يحولون الذرة من شكل إلى آخر، ولكن هل يستطيع إنسان أن يخلق لنا ليس ذرة، إلكترون من لا شيء؟ لا يوجد. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ يعني تشابه الخلق عليكم أيها الملحدون، تقولون إن الطبيعة خلقت كذا. وخلقت كذا قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار لذلك ايها الاحبه يعني والله مثل هذه الدراسات تؤكد تماما يعني حتى ان العلماء يقولون ان درجه التشابه الكبيره محيره جدا طب لماذا تحتارون الله يقول الله خالق كل شيء انتهت القضيه انتم ادرسوا تفاصيل هذه المخلوقات منطلقين من ان الخالق واحد وستنتهي الحيره وستنتهي الدهشة لذلك أيها الأحبة هم أيضا رسموا هذه الصورة هذه الصور تقريبا يعني أخذت حقيقية تقريبا هنا أيها الأحبة انظروا هنا لدينا صور للدماغ هنا الأعلى وهنا صور للكون الصورة هنا كل نقطة هي خلية وهنا هي مجرة النقاط انظروا التشابه بينهما طب هؤلاء باحثون ودارسون وهذه هذه الدراسة هل, هل تعلمون كم باحث شارك بها ست باحثين ستة من, من, الباحثين الكبار جلسوا أشهر وهم يحللون هذه الصور ويحتارون طب لماذا تحتارون قل الله خالق كل شيء انتهت القضية وهو الواحد القهار لذلك ايها الاحبه يعني والله نحن لو رجعنا الى الله وجعلنا الله سبحانه وتعالى هو يعني عندما ننطلق في دراساتنا ينبغي ان نضع امام اعيننا ان الله موجود وان الله هو الخالق وهو خالق كل شيء هذه الصوره اخرى أحببت أن تنظر إليها هنا أيها الأحبة النسيج الكون هذا هو الكون وهنا دماغ فأرة سبحان الله دماغ فأرة يعني طبعا جزء من دماغ هذه خلايا عصبية وهذه الوصلات الطويلة تشابه انظروا انظروا وهنا تجمع للمجرات في المركز وتنطلق هذه الخيوط كل نقطة هنا مجرة على فكرة مجرة فيها يعني مجرتنا مثلا فيها 400 ألف مليون نجم هي تظهر هنا كنقطة اذا اذا قدر لنا ان نرى سنراها نقطه صغيره اذا ادمغه الحيوانات ايضا تخضع لهذه القاعده معنى ذلك اذا اردنا ان نفكر بشكل منطقي ايها الاحبه ينبغي ان نعتقد ان الله خالق كل شيء وينبغي ان نعترف بوجود اله لهذا الكون ولا داعي لان ننكر الاله ما الذي س يعني أنا أتساءل ما الذي يستفيده الملحدون عندما ينكرون وجود الخالق لا أدري ما هي الفائدة أنا أدرس النظريات العلمية والحقائق العلمية وكل علوم الفيزياء والفلك وكذا وكذا وأنا بداخلي مقتنع أن الله موجود ما هي المشكلة؟ لماذا تريد أن, أن تجبر الناس أن يعتقدوا أن الله غير موجود؟ إذا أحبتي في الله والله إن الإنسان الذي يتأمل ويشغل عقله ويفكر بشكل منطقي لا لا يمكن الا ان يصل لحقيقه تؤكد ان الله خالق كل شيء كما قال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، نسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم هذا العلم وان ينفع به من يشاء من عباده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.